النساء اليوم يعني يمكن لهم دور مميز مش بس في داخل الحسينيات، وإنما دور اجتماعي. يعني اليوم في كثير من الطقوس الحسينية أصبحت يعني تعمم على المجتمع، يعني التكافل الاجتماعي يزداد في هذه الفترة، وخصوصا يمتد إلى مثل ما تفضلت دكتورة نجاح على أكثر من يعني العشرة الأيام في محرم، هي في محرم وفي صفر، وربما في يعني كثير من أيام السنة التكافل الاجتماعي. يعني الروح الحسينية جعلت الناس تتكافل، ويعني في مظاهر كثيرة، مثلا في دعم الناس اللي هي تحتاج بدون ما يعني أحد يعني يعلن انه مثلا في شخص محتاج او الى اخره. ولكن هذه يعني ولكن هذه الطقوس وتحديدا في ذكرى عاشوراء، الطقوس التي يخرج بها الرجال تحديدا الشيعة، البعض ياخذ عليهم انه به ايذاء، لانه هناك يعني الات حاده على الوجوه وعلى الاجساد احياء لهذه الذكرى، وبالتالي النساء ايضا هل لهن دور في ذلك؟ هو شوفي يعني النساء يمكن لأنهم في داخل الحسينيات، يعني مش في الخارج، ما يخرجون في الشارع مثل الرجال، لكن سواء الرجال أو النساء يعني لا يمكن أنه إحنا ننتقد ممارسات بدون ما نعرف يعني العمق التاريخي لها والعمق أو المعنى لها. يعني هي يعني تعبير عن الألم والحزن وتعبير عن المشاركة. يعني الطقوس اللي تشوفونها يستنكرونها الآخرين هي في عمق وصميم مثل ما يقولون المؤازرة والتمثل لما مر به الإمام الحسين، وهي الكارثة الإنسانية الكبرى. يعني تعرفين أنه الإمام الحسين لما استشهد، خليني إذا سمحتي بس أكمل، لما استشهد الإمام الحسين في حادثة الطف في كربلاء، هذه كانت الشرخ الأكبر اللي أصاب الأمة الإسلامية وربما إلى